خلاص يا رجاله، شونسين النهارده هنتكلم عن الكاباستورز، والشابتر ده من الشابترز اللي سهله، يعني خلاصتها في الاخر سهله. يعني ايه؟ قوانينه مش كتير ومسائله بتيجي كويسه يعني. والمفروض الشابتر ده المفروض يعني ان شاء الله المساله اللي هتيجي منه تبقى في جيب سعادتك، ماشي؟ ولكن مش معنى انه سهل ما يتذاكرش، لا، ده سهل ده يبقى ذاكره كويس، لانه مش هياخد منك وقت كبير في المذاكره، وبالتالي تعرف يو كان ماستر ات ايزلي يعني. ماشي؟ طيب، هو ايه المكثف ده يا اخوانا؟ يعني ايه المكثف ده؟ حضرتك مثلا ساعات تروح مثلا تصلح حاجه عند صنايعي مثلا ولا حاجه، ويقول لك اصل المكثف بتاعك باظ، عايزين نغير المكثف. مروحه مثلا يقول لك اصل المكثف بتاعها باظ، عايزين نغيره. تمام؟ تفتح تلفزيون تلاقيه مليان مكثفات. تعمل اي شغلانه في اي دايره كهربيه تلاقيها مليانه مكثفات. طب ايه حكايه المكثف دي؟ المكثف اللي هو بيطلق عليه الكاباستور. امال ايه الكاباسيتنس؟ الكاباسيتنس دي الصفه بتاعته، زي الفرق بين الريزيستور والريزيستنس. ايه الفرق بينهم؟ الريزيستور المقاومه، اما الريزيستنس فالمقاومه برضه. بس الريزيستور المقاومه اللي هي الجهاز نفسه اللي بتروح للراجل تقول له ايه انا عايز ريزيستور، فيديها لك في ايدك كده بتشتريها وتدفع حسابها. انما تيجي تقرا عليها كده يقول لك ايه الريزيستنس بتاعتها 10 اوم مثلا، مقاوم قيمه المعوقه للتيار 10 اوم. انت فاهم قصدي؟ فالخاصيه بتاعتها اسمها ريزيستنس، انما الديفايس نفسه اسمه ريزيستور. ماشي؟ كاباستور وكاباستنس. تمام؟ تعال نتكلم في ايه؟ هنتكلم شويه في الثيوري، ايه الكاباستور ده وظروفه ايه؟ وبيشتغل ازاي؟ والقوانين بتاعته ايه؟ تمام؟ وهنشتغل بعد كده ايه؟ مسائله بتيجي ازاي وكده. فاحنا الاول هنعرف يعني ايه كاباستنس؟ ديفينيشن الاول. وبعدين محاضرة النهارده. ايه هو الكاباستنس؟ يعني ايه حاجة ليها كاباستنس؟ وبعدين هنتكلم طيب ايه هي الكاباستور تايبس؟ انواع الكاباستورز، ماشي كده؟ وايه القوانين بتاع كل واحد فيهم؟ وبعدين هنتكلم عن الانرجي بتاعت الكاباستورز. الانرجي بتاعت الكاباستور دي بنجيبها ازاي؟ وبعدين هنتكلم عن الكاباستور كونكشن. طب يا الكاباستورز بتتوصل في الدوائر الكهربيه ازاي؟ واخيرا هنتكلم عن حاجه اسمها الداي الكتريكس والكاباستورز. حاجه بنسميها الداي الكتريكس اللي هي الماده العازله اللي بتتحط بين لوحي المكثف. زي ما قلت لحضرتك، حضرتك اما تروح لو فتحت اي جهاز كهرباء هتلاقي فيه لوحه بورده كده اللي بيقول عليها البورده، ماشي؟ هتلاقي فيه الكترونيك بورد كده، وتلاقي مزروع عليها كده شويه مقاومات على مكثفات على اي سي هات على وات ايفر. يعني ان شاء الله اما حضرتك تكبر كده وتخش اولى كهرباء ولا ثانيه ولا بتاع، هتبدا تعمل مشاريع في القصص اللي زي دي، وتتعلم يعني ايه الحاجات دي وبنعملها ازاي وايه وظيفه كل واحد فيهم. لو فتحت دايره كهربيه ببساطه خالص مثلا حاجه زي دي، هتلاقيها ايه؟ البورده اللي هي الحته الخضراء دي البورده، وتلاقي فيها خرام كده وبنحط فيها الكومبوننت من فوق، ماشي؟ ومن تحت بتتلحم. طبعا احنا لما بنيجي نعمل بروجيكتس مشروع ولا حاجه بنعمل ايه؟ حضرتك بتجيب البورده دي بتجيبها، انا فاكر كنا زمان، دلوقتي بتترسم بالكمبيوتر. يعني الكمبيوتر بيروح راسم لك المسارات دي كده، المسارات نحاس عشان الطيار يمشي فيها. زمان كنا بنعمل ايه؟ كانت البورده دي بتيجي ايه؟ عباره عن حته نحاسه فوق بعض كده كلها نحاس، وتحت ماتيريال ماده عازله. فنيجي على النحاسه دي ونروح راسمين بالقلم الخطوط اللي انت هتعملها، يعني مثلا ايه؟ البورده اهي دي كده. تروح انت جايب قلم اسمه قلم دوكو، بنجيب قلم الدوكو ده وتروح راسم المسارات اللي انت هتستخدمها مثلا كده.
مثلا دي المسارات بتاعتي، وهنا مثلا هنحط المكثف الفلاني، وهنا هنحط مثلا مقاومة، وهنا هنحط اي سي، وهنا مدخل البطارية. دي بنرسمها بالقلم كده. وبعد كده طبعا الماتيريال دي كلها نحاس، بعد كده نروح جايبينها وحاطينها فين؟ في محلول كده زي حمض كبريتيك كده او بعض الاحماض يعني. تسيبها مثلا ساعتين ثلاثة. المحلول ده يبدأ ياكل في النحاس. ده كله. ما عدا الحاجات اللي متغطية بالدوكو. يبقى النحاس كله اتاكل وموجود بس الحاجات المتغطية بالدوكو. تطلعها وتغسلها وبعدين بقى تبدأ ايه؟ تحط المقاومات بتاعتك وتلحمها ايه؟ او تحطها من الناحية التانية وتلحمها في الحاجات دي. وياما تيشيرتات باظت وحاجات كده من ايه؟ من المحلول دوت. ماشي؟ دلوقتي لا انت بترسم، انت بتعمل ديزاين، في برامج اصلا بتعمل ديزاين للبورده دي وبتعمل لها برينتنج زيها زي الايه؟ كانها برينتر عاديه خالص. في بعض الشركات انت بتروح تديله التصميم بتاعك ويطبعها لك على برينت على البورده العاديه خالص. او في حاجات بتتباع جاهزه دلوقتي بيبقى فيها سوكتس كده وبتحط فيها خرام كده، بتختار انت الايه؟ المناسب ليك، فده موجود وده موجود يعني. المهم فلو بصيت على دي كده هتلاقي دايره زي دي. بص كل الحاجات اللي هي السلندريكال دي عباره عن مكثفات. والمكثف هتلاقي مكتوب عليه حاجه اسمها، يقول لك مكتوب عليه مثلا ايه؟ 12 مايكرو فراد. ايه حكايه الفراد دوت؟ هنقول عليه دلوقتي. ماشي يا رجاله؟ فده شكل الدايره الالكترونيه اللي حضرتك بتشوفها، وادي شكل المكثفات. همررها عليكم كل... بص معايا كده. طيب ايه بقى موضوع الكاباسيتنس دي؟ اولا بقيت الناس معايا ها؟ يعني مش ال 200 واحد اللي قاعدين البتاع ماشيه وكلهم ايه؟ كده يا باشا، ما هي هتجيلك. تمام؟ كسرتها؟ ادي اول خساير. ماشي. بص معايا كده. يبقى اول جزء من محاضرتنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الديفينيشن بتاع الكاباسيتنس. اللي هي بنسميها سي كابيتال. بص بقى سي، لو حضرتك جبت حتتين معدن كده، معدن نحاس، الومنيوم، حديد، وات ايفر، ورحت جاي على حتتين المعدن دول وموصل بطاريه، فرق الجهد بين اطراف البطاريه هنسميه في مثلا. ماشي؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل مرور تيار كهربي، فبتلاقي هنا اتشحن بشحنه موجب كيو، وهنا اتشحن بشحنه اسمها سالب كيو. بتبقى الشحنتين واحدة. عندئذ بيقال ان المكثف ده عليه شحنة اسمها كيو. فخلي بالك لما اقول لك شحنة المكثف كيو معناها ايه؟ ان في وان بليت عليه بلس كيو والتاني عليه ماينس كيو. اصل واحد ممكن يقول لك ايه؟ ما هو كده شحنة المكثف تبقى زيرو، موجب وسالب ويلاشوا بعض. لا، اما اقول شحنه المكثف كيو معناها ان ايه؟ وان بليت عليه بلس كيو والتاني عليه ماينس كيو. ماشي؟ الكاباستنس في الحاله دي بيعرفوها على انها الكيو على الفي. ده القانون العام للكاباستنس، سعه المكثف. فسعه المكثف هي عباره عن ايه؟ تقسم الكيو على الفي. من هنا من القانون ده تقدر تطلع ديفينيشن للايه؟ للكاباستنس. ايه هي؟ الديفينيشن سعه المكثف يعني ايه؟ يعني لما تحط عليه 1 فولت هيشيل شحنه كام كولوم؟ دي اسمها السعه بتاعته. ماشي؟ يبقى اليونت بتاعتها ايه يا شباب؟ كولوم لكل فولت. ده اللي بنسميه يا رجاله فراد. فراد. ويرمز دي بالرمز اف. ماشي كده؟ تمام. ركز بقى، الفراد دوت هتشوف منه ايه بقى؟ هتشوف حاجه اسمها مايكرو فراد، هتشوف حاجه اسمها نانو فراد، هتشوف حاجه اسمها بيكو فراد. المايكرو 10 سالب كام؟ 6. 10 سالب كام؟ 9. 10 سالب 12. دي الارقام المتداوله. يعني مثلا ايه؟ ما تتوقعش ان انت تروح كده السوق وتقول له واحد ايه؟ انا عايز مكثف 10 فراد. لا، ده عشان بس تبقى سنسبل، عندك احساس كده للارقام، سنسيتيف للارقام كده. الواحد فراد ده حاجه كبيره قوي. الواحد فراد ده قيمه كبيره. والواحد كولوم قيمه كبيره جدا.
انت فاهم؟ يعني في ارقام كده حضرتك لازم تبقى ايه؟ حضرتك كمهندس الرقم بيفرق معاك كتير قوي. الرقم نفسه بيبقى ليه ايه؟ ليه واقع كده على عليك، يعني مثلا ايه؟ وعلى فكره بتفرق من مجال لمجال، بمعنى ان انت راجل مثلا اشتغلت مهندس الكترونكس، اشتغلت بتاع الكترونيات وبتعمل تيست بقى على دوائر ومش عارف ايه وكده، فتلاقي رينج التيارات اللي انت بتشتغل فيها كام؟ تيار يطلع لك مثلا ايه؟ 5 مللي امبير، 10 مللي امبير، ماشي؟ اتس اوكي. بتقيس تيار مثلا ايه؟ يعني في بعض 1 امبير مثلا. فلما بتشتغل وبتعمل اناليسيس بايدك مثلا لدايره واطلع تيار معاك بالملي شغال. انما سي ان انت شغال في دايره الكترونيه وروح طالع معاك مثلا ايه؟ تيار 10 كيلو امبير. لا 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 ده هيوج نمبر بالنسبه للسيركت دي. ماشي؟ 10 كيلو امبير ده تولع في الدنيا. صح كده؟ تمام كده؟ تمام. يعني لو انت بتتكلم في دايره الكترونيه صغيره كده. تمام. انما لو انت مثلا اتخرجت مهندس كهرباء قوه ورحت اشتغلت في شركه الكهرباء ومحطات الكهرباء بقى ونقل الكهرباء والابراج العاليه اللي في الشارع دي ومش عارف ايه، وجات مثلا بتعمل فولت اناليسز لدايره، يعني بتحلل دايره كهربائيه وتشوف مثلا الدايره دي حصل فيها مشكله فين وفصلت ليه، وتلاقي مثلا التيار بتاعك طالع كام؟ مثلا 400 كيلو امبير. ميك سنس؟ اه عادي جدا. انت بتتكلم على دايره كهربائيه شايله مثلا النتورك بتاعه الجمهوريه كلها، فما يحصل فولت ووصل الكرنت بتاعك ل 400، الجهاز يديك 400 كيلو امبير، ميك سنس عادي. انت فاهم قصدي؟ فحسب انت شغال فين الرقم نفسه بيبقى لوجيك ولا مش لوجيك بالنسبه لك. ماشي يا رجال؟ طيب نرجع بقى لموضوع الايه؟ الكاباسيتنس. يبقى الكاباسيتنس بتاعتنا هاو ماتش تشارج اف يو ابلاي 1 فولتج تو بتوين ذا تو بليتس، دي بنسميها الكاباسيتنس. دي فيها مشكله؟ اي مكثف ايا كان شكله الكاباسيتنس بتاعته بتساوي ايه؟ كيو على الفي. ايا كان نوع المكثف وشكله الكاباسيتنس بتاعتنا بتساوي ايه؟ كيو على في. طيب هي الكاباسيتورز دي بتستخدم في ايه؟ في الدوائر الكهربائيه قلنا. اي دايره الكترونيه لازم تلاقي فيها كاباسيتور. يعني مثلا انت عارف ان التيار الكهربي اللي بيجي لك في الفيشه ده، انا بتكلم دلوقتي فين استخدامات الكاباسيتور ده، التيار الكهربي العادي البوتنشال العادي اللي بيجي لك في الفيشه ده اي سي ولا دي سي؟ اي سي. صح؟ اللي هو شكله بيبقى كده يا شباب، صح؟ وهو بيقول لك مثلا التيار ده مثلا كام فولت؟ ها؟ بيقول لك 220، هو 240 يعني المفروض. فيطلع لحد 240 وينزل 240، 240 فوق ماينس 240 تحت، تمام؟ طيب لما تيجي بقى حضرتك مثلا عايز تشحن الموبايل بتاعك، ماشي؟ ده اسمه alternative current اي سي. حضرتك عايز تشحن الموبايل، صح؟ بتروح مطلع الشاحن بتاعك، والشاحن ده عباره عن ايه؟ باكس كده صغير وفيه الفيشه، وبتروح حاطه البتاعه دي الشاحن ده جواه ايه؟ اه جواه محول، لان البطاريه بتاعتك مثلا سينا 3.7 فولت وانت ده عندك 220، فلازم تنزل الفولت ده ل 3.7، فيبقى في محول. البطاريه كمان بتعتبر دي سي. بطاريه ايه؟ البطاريه دي سي. البطاريه عشان تشتغل مش هينفع ده يشحنها، لازم تحول ده للشكل ده. ده اسمه الدي سي، الدايركت كارنت. فعشان نحول ده للشكل ده بيتعمل على كذا طريقه. بيتعمل بحاجه اسمها الموحدات، الدايودز، ودي حضرتك هتدرسها ان شاء الله لو دخلت كهرباء. دي احد الكومبوننتس في الدوائر الكهربائيه زي المقاومه والمكثف كده. المهم الدايودز دي بتعمل ايه؟ بتحول لك السيجنالز دي بدل ما هي كده ليبقى شكلها كده. تمام؟ يعني كل وظيفته ايه؟ ان يقلب لك الربع ده لفوق. ودي بتبقى دايره من ايه؟ من تو دايودز او فور دايودز حسب نوع الايه؟ اليونيفيكيشن اللي انت بتعمله يعني، التوحيد. المهم طب بعد كده، طب انا مش عايز دي، ده انا عايز حاجه شكلها كده. فبتروح حاطط ايه؟ مكثف. المكثف ده يعمل ايه بقى؟ والسيجنال طالعه كده المكثف يشحن.
طب اما تيجي السيجنال نازله يروح المكثف بتاعك مطلع الشحنه بتاعته يفرغ، فبيعوض النزول ده، يروح عامل كده مثلا وبعدين يشحن، وبعدين يروح عامل كده يشحن ان سو اون، تلاقي السيجنال اولموست بقت عامله كده. ما بتحط بقى كذا واحد تروح السيجنال عامله كده، بيسموها ايه؟ لتنعيم الدايره. تمام؟ فدي فايده، دي احد فوائد المكثف. في دواير بيسموها ريكتفايرز اللي هي بتحول من اي سي لدي سي. لو حضرتك مثلا جربت، لو عندك راديو، عارف الراديو الكلاسيكي بتاع زمان ده؟ الراديو اللي هو بتقعد تلعب فيه وتقلب المحطات كده وتجيب نجوم اف ام وراديو مصر والحاجات دي، تمام؟ وانت بتلعب في، انت عارف الزرار اللي انت بتلعب فيه عشان تولف القناه ده عباره عن ايه؟ عباره عن مكثف. عباره عن مكثف، انت بتغير الكاباسنس بتاعته، تمام؟ فبيغير الفريكونسي بتاع السيجنال اللي بالقطه. تمام؟ تمام. دوائر الارسال والاستقبال والحاجات دي فيها مكثفات and so on. bunch of applications. المكثف ده لا تخلو دايره الكترونيه يا شباب من مجموعه من المكثفات. ماشي؟ تمام. طيب يبقى ده ايه؟ عشان بس الناس اللي متابعه معانا، يبقى احنا عرفنا الاول يعني ايه مكثف؟ ايه انواع المكثفات يا رجاله؟ اللي انت هتاخده، هتاخد ثلاث انواع من المكثفات. هتاخد حاجه اسمها، لما بنتكلم دلوقتي على types of capacitors، اول حاجه هناخد حاجه اسمها parallel plate capacitor. دي اول جزئيه. ايه parallel plate capacitor ده؟ من اسمه parallel plates، يعني you have two plates and they are parallel. كده عندك لوحين بالشكل ده، ان انا يبقى عندي مثلا سين الورق ده كده لوح منهم وده التاني، يبقى عندي حاجه بالشكل ده. البارل بليك كاباستور مثلا شكله كده. اللوحين دول هنفرض ان الاريا بتاعتهم واحده، والمسافه بين اللوحين اسمها دي. ماشي؟ طيب الكاباستنس بتاعت البارل بليك كاباستور ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيو على في. يعني انت لو وصلت كده فرق جهد اسمه في، ده هيتشحن بموجب كيو، ده هيتشحن بسالب كيو، تقسم الكيو على الفي يديك مين؟ يديك ده. انا قلت لك ده قانون شغال لاي نوع من انواع المكثفات. ماشي يا رجاله؟ دي صعبه؟ طيب عايز بقى قانون تاني خاص بالمكثف ده فقط. ماشي يا شباب؟ طيب بص يا عم الريس، مش انت عندك الكيو بتساوي ايه يا شباب؟ بدلاله السيجما. ايه السيجما دي؟ حد فاكر؟ اللي تشارج بير يونت ايه؟ السيجما بتساوي اللي تشارج بير يونت ايه؟ اريا. برافو عليك. السيجما اللي هي اللي اسمها السيرفيس تشارج دنستي. فالسيجما الكيو دي عباره عن سيجما في الاريا. صح؟ تمام تمام. طب لو تفتكر من الفصل اللي فات البوتنشال، لما كنت قلت لك لو فرق الجهد بين لوحين اسمه في والمسافه اسمها دي، يبقى الالكتريك فيلد بيساوي ايه؟ ها؟ في على الدي على طول. مش انا قلت لك كده؟ لما يبقى عندي مسافه فرق الجهد بينها على الاطراف دول اسمه في، والمسافه اسمها دي، يبقى الالكتريك فيلد اللي بينهم تقسم فرق الجهد على الدي على طول. عشان بارلل، وعشان هيبقى الالكتريك فيلد هنا يونيفورم شكله كده. الناس فاكره دي ولا ايه؟ مش انا قلت لك كده الاي بتساوي الدلتا في على الدي؟ مش لسه قايلينها من شويه كمان في مساله؟ صح؟ الدلتا في انا مسميها في هنا بس. وبالتالي يبقى الالكتريك فيلد بيساوي ايه؟ في على الدي. طيب بص بقى وركز، ده واحد اثنين ثلاثه، ده الاثبات بتاعها على فكره. طب ما تيجي تعوض بقى، يبقى السي بتساوي ايه بقى؟ فروم 2 اند 3 in 1. بص بقى، يبقى السي بتساوي ايه؟ الكيو بتساوي سيجما في الاي على، طب الفي اي في الدي. صح؟ معايا ولا لا؟ صعبه دي؟ الناس بتبص مستعجبه ليه؟ واحنا عملنا حاجه غريبه يعني؟ في مشكله؟ اللي مش فاهم يقول قبل ما نخش. يا شباب تمام. طب بص كده، فاكر فاكر لما قلت لك في جاوس، لما يبقى عندك سيرفس على بعد مسافه ار
من السيرفس الالكتريك فيلد بيساوي كام؟ سيجما على مين؟ ها؟ قلت لك لو عندي سيرفس بالشكل ده على بعد مسافه ار الالكتريك فيلد بيساوي سيجما على 2 ايبسلون نوت، فاكر؟ قانون جاوس. الناس اللي نسيت فاكر دي؟ تمام. وقلت لك ايه؟ الكلام ده لما يكون البليت بتاعك من ماده عازله او يكون الشحنات هي اللي عامله السيرفس. وبعدين قلت لك طب لو البليت بتاعك من ماده موصله بتبقى ايبسلون نوت واحده بس، يبقى سيجما على ايبسلون نوت. يبقى الالكتريك فيلد لو عندك سيرفس بيساوي سيجما على ايبسلون نوت. تمام معايا ولا ايه؟ تمام. طب تعالى كده هنا، يبقى سيجما في الايه على ادي الدي اهي. طب والاي بتساوي ايه؟ سيجما على ايبسلون نوت، يبقى سيجما على ايبسلون نوت. طير دي مع دي يديك ايه بقى؟ سيجما في الاي على الدي، ده بيساوي مين؟ السي. يبقى البارالل بليت كاباستور السي بتاعته اللي بتساوي كيو على الفي بتساوي ايضا ايبسلون نوت في الاريا على الديستنس. ده البروف بتاعك. يبقى انا طلعت قانون تاني لمين؟ طلعت قانون تاني للسي، السي بتساوي كيو على الفي، صح؟ صح؟ ده بتاع اي كاباستور. طب ده ليه قانون خاص بال، تلاحظ ان القانون ده خاص بايه يا شباب؟ خاص بالجيومتري بتاعته. الجيومتري يعني ايه؟ يعني هندسه شكله. بص بدلاله ايه؟ الابسلون نوت حاجه معروفه يعني. طب والاريا المساحه دي، طب والديستنس المسافه اللي بينهم. يبقى البارلل بليت كاباستور، البارلل بليت كاباستور السي بتاعته اللي هي بتساوي كيو على الفي بتساوي ايضا ابسلون نوت اريا على الديستنس اللي هو ده. ده اول قانون. اسالك سؤال بقى، يعني لو انا جبت لك مكثف وقلت لك زودنا الاريا بتاعته الكاباسنس يحصل لها ايه؟ تزيد. طب لو قللت الديستنس اللي بين اللوحين الكاباسنس برضه تزيد. طب الابسلون نوت دي خاصه بايه؟ الابسلون نوت اسمها ايه؟ اسمها البرميتيفيتي بتاعه الفري سبيس، سماحيه الفراغ، صح؟ الفراغ هون اللي بين اللوحين. لو بين اللوحين هواء او فراغ، هو المفروض انه فراغ يعني، يعني مفيش هواء. لو بين اللوحين فراغ فبتحط البرميتيفيتي بتاعت الفراغ. طب لو هواء بنقول تقريبا انها بتساوي نفس البرميتيفيتي بتاعت الفراغ، ماشي. طب لو ماده ثانيه حاطط ميه مثلا بين اللوحين، تحط البرميتيفيتي بتاعت الماده مش ابسلون نوت، تحط الابسلون بتاع الماده دي، ماشي. صعبه دي. يبقى ده قانون مين؟ ده قانون الاولاني اللي هو بتاع مين؟ بتاع البارلل بليت كاباستور. طيب الجزء الثاني بقى، ثاني نوع من انواع المكثفات حاجه بنسميها السلندريكال كاباستور. المكثف اللي على شكل سلندر، ماشي يا رجاله؟ ركز بقى، وده ليه اثبات على فكره. الاثباتات دي عليك وممكن تيجي لك في امتحان، ممكن تيجي لك في امتحان، ماشي. الاثبات هو استامبا، هو معروف انت بتعمل فيه ايه، تمام، مع شويه شغل رياضه بسيطه خالص، ماشي يا رجاله؟ طيب سلندريكال كاباستور، الاول ايه سلندريكال كاباستور ده؟ السلندريكال كاباستور ده شكله بيبقى كده يا رجاله، سلندر بالشكل ده في السنتر، وحواليها سلندر تانية بالشكل ده، وبينهم هواء مثلا. خلي بالك اللوحين بتوع المكثف لازم يبقى منهم مادة عازلة، مصل انت لو وصلتهم ببعض ما بقاش اسمه مكثف اصلا، ما ينفعش. فاللوحين بتوع المكثف لازم يبقى بينهم مادة غير موصلة للكهرباء. ركز بقى، ادي التو سلندرز اهو، اتنين سلندر جوه بعض. اللي بره دي عباره عن ايه؟ عباره عن سلندريكال شيل زي دي كده،
زي دي كده شل، دي اللي بره. طب واللي جوه؟ اللي جوه بقى ممكن تبقى سوليد حاجه زي كده، اتنين جوه بعض كده، او ممكن هي نفسها تبقى مفرغه برضو مفيش مشاكل يعني. المهم التو سلندرز ما يلمسوش بعض، يعني ممكن القصه دي تبقى كده. معلش امسك دي كده، شكرا. يعني ممكن يبقى الوضع كده ماشي. المهم ما يبقوش لامسين بعض، شل جوه شل مفيش مشاكل. المهم تو كوندكتورز. طيب سؤال، سؤال، الكلام ده موجود في الطبيعه؟ يعني السلندريكال كاباستور ده موجود في الطبيعه؟ اه. طب موجود ازاي؟ مين يقول لي حاجه زي السلندريكال كاباستور؟ هو اللي لسه مكان معاك دوت. لا ده مش سلندريكال على فكره، اللي بيلف عليك ده مش سلندريكال، اللي بيلف عليك ده بارالل بليت غالبا. بص يا سيدي، عارف سلك الاريال؟ السلك بتاع الدش شكله ازاي؟ حد عارف؟ بص كده، بيبقى عندك في السنتر خالص حته ايه؟ نحاسه كده صح؟ اللي هي حته كور كده، في الكور بتاعه في حته نحاسه صح؟ وبعدين بص كده حواليها في ماده عازله تبقى بيضة غالبا صح؟ طب وايه اللي حوالين الماده العازله دي؟ في سلك شعر صح؟ يبقى حاجه بالشكل ده صح كده؟ وبعدين في كفر بقى خارجي اللي هو ايه؟ بلاستيك كده. عارف انت السلك ده؟ ده يعتبر سلندريكال كاباستور. عباره عن ايه؟ ادي كوندكتور وكوندكتور وبينهم ماده عازله. طب واللي بره دي ايه؟ عشان بس تلم الايه؟ الموضوع يعني يبقى حاجه ماسكه في بعضها كده. ماشي؟ ده بيسموه سلندريكال كاباستور. السلندريكال كاباستور هو كاباستور عادي، بس بدل ما عملت التو بليتس بارلل عملتهم تو سلندرز جوه بعض كده. تعالى برضو نتكلم في نفس القصه، هاخد ايه؟ هاخد اللي جوه ده عليه شحنه مثلا موجب كيو، واللي بره عليه شحنه اسمها سالب كيو لما تشحنه يعني، وبينهم ماده عازله. لو انت بصيت لي ده من فوق كده وعايز تجيب البلان بتاعه يبقى شكله ازاي؟ شكله كده. صح؟ مش ده البلان؟ لو بتبص من فوق يعني، لو فرضنا ان ده الفيجن او سايد فيو يبقى البلان بتاعك كده. يبقى ادي ماينس بلس كيو هنا وماينس كيو هنا. ركز بقى، مين يقول لي بين التو سلندرز دول فين اتجاه الالكتريك فيلد؟ ها؟ الالكتريك فيلد بيبقى منين لفين يا جماعه؟ من الموجب للسالب. يبقى الالكتريك فيلد بتاعك هيبقى عامل كده. صح كده؟ افهم معايا الدنيا ماشيه ازاي عشان ايه؟ ما بحفظش قانون كده وخلاص. يبقى ده شكل مين؟ الالكتريك فيلد. طيب بص يا سيدي، استراتيجيه الشغل في البروفس اللي زي بتاعت المكثف دي عباره عن ايه؟ انت عاوز ايه اصلا؟ انت عاوز تجيب السي بتساوي كيو على الفي، عايز تجيب الكيو، عايز تجيب الفي وتقسمهم على بعض. ماشي؟ تمام. ركز بقى. طب تعالى نشتغل على الفي الاول. طب تجيب الفي ازاي؟ هي الفي اصلا بتساوي ايه؟ خلي بالك الفي اللي هنا قصدي بيها فرق الجهد بين اللوحين اللي هي اصلا دلتا في يعني، بس انا بكتبها في كده للايه؟ للتسهيل يعني. فخلي بالك من دي، ان الفي كيو على الفي، الفي دي معناها الدلتا في بتوين ذا تو بليتس اوف ذا كاباستور. ماشي يا رجال؟ ركز بقى معايا كده، بص كده. طب الفي بتساوي ايه؟ مش اصلا الفي كانت بتساوي ماينس الانتجريشن بتاع الاي دوت دي ال؟ مش ده القانون بتاعنا؟ منين لفين؟ من نقطه البدايه لنقطه النهايه. تعالى نسمي ده نص القطر ده اسمه ايه؟ ونص القطر الكبير اسمه بي. ماشي؟ تمام. وتعالى نجيب الاول، انت الاول الالكتريك فيلد نفسه بيساوي كام؟ خلي بالك انت عايز الالكتريك فيلد فين؟ انت عايز الالكتريك فيلد بين اللوحين هنا كده مثلا. القانون بتاعه حد عارف؟ قانون جاوس. ها؟ كيف كيو على الار؟ لا. كيف كيو في ار على الار؟ لا. خلي بالك ان دي سلندر.
استنى استنى، انا نسيت بس انا البيزكس في دماغي صح. نجيب الالكتريك فيلد منين؟ من قانون جاوس. طب قانون جاوس كان بيقول ايه؟ بيقول ان الانتجريشن بتاع الاي دوت دي اي بيساوي كيو انكلوزد على الابسلون نوت صح؟ معايا كده؟ طيب انت عايز تجيب الالكتريك فيلد فين؟ هنا كده مثلا بين التو بليتس، فتروح واخد جاوسيان سيرفيس شكله كده. فاكر حاجه؟ هناخد جاوسيان سيرفيس عباره عن سلندر اللي هي الدوت دي بين الاثنين تمام، وطبق قانون جاوس عليه. قانون جاوس هتقسمه كام حته بقى في الحاله دي؟ ثلاثه. ادي قاعده الثانيه والثالثه اللي هي المساحه الجانبيه صح كده؟ وقلت لك تاني خطوه تقول ايه؟ فين السيرفيس في الثلاثه اللي بيوازي الالكتريك فيلد؟ ها؟ فين السيرفيس اللي بيوازي الالكتريك فيلد؟ واحد واثنين ليه يا هندسه؟ ما السلندر اهي سعادتك، فالمجال شكله كده، مش المجال طالع من الموجب لبره صح؟ فالمجال شكله كده اهو يا رجاله، مش المجال احنا راسمينه اهو اللي هو يبقى شكله كده. ده المجال. يبقى المجال ده بيوازي انه سيرفيس؟ بيوازي واحد وبيوازي اثنين. يبقى التكامل على واحد واثنين بيساوي ايه؟ صفر. هيبقى لك التكامل على ثلاثة، اي في الدي اي بيساوي كيو انكلوزد على الابسلون نوت. معايا كده ولا لا؟ طيب الكيو انكلوزد احنا قلنا دي عليها شحنه اسمها كيو، فهنسميها كيو، هنخليها زي ما هي كده كيو. يبقى دي كيو على الابسلون نوت. طيب اي دوت دي اي، طيب الاي يطلع بره صح؟ تكامل الدي اي مساحه سطح جاوس. مين يقول لي مساحه السطح 3 بتساوي كام؟ ها؟ مساحه السطح 3 بتساوي محيط القاعده في الارتفاع مع سلندر، يبقى 2 باي ار في ال بيساوي كيو على الابسلون نوت. من الاخر يبقى الالكتريك فيلد بيساوي ايه بقى؟ كيو على 2 باي ابسلون نوت ها في ار في ال. شفتوا قبل كده القانون ده؟ ايوه سعادتك. ما هو اللامدا، ما هي الكيو على ال اصلا هي اللامدا، يبقى لامدا على 2 باي ابسلون نوت في ار. هو ده القانون بتاع اللاين اصلا، وده كان اثباته على فكره، ده قانون اللاين وده اثباته. وخدنا واحده اختي دي في الكويز، الناس اللي بتحل الكويزات ماشي معايا ولا لا؟ طبعا الناس اللي ايه لا هو فاكر دي ولا دي يمتنعون، يعني عشان مش كويس للضغط الدم والسكر والحاجات دي ماشي يا رجاله. فده القانون بتاع الالكتريك فيلد في الحته دي، ركز بقى. طب ايه المطلوب من سعادتك؟ هنشيل دي معلش. بص يا ريس، بس انت عندك الالكتريك فيلد اهو، دي رقم واحد، خلي دي واحد اتنين تلاتة. عوض لي بقى من تلاتة فين؟ في اتنين، يبقى الفي بتساوي كام؟ ماينس الانتجريشن بتاع الالكتريك فيلد، الالكتريك فيلد اللي هو كيو على 2 باي ابسلون نوت في ار في ال دوت دي ال. كده كويس؟ بص بقى، لو انت حافظ القانون بتاع الالكتريك فيلد حطه على طول، يعني مش لازم تعمل جاوس وكده، لو انت حافظ ده حطه على طول هنا في القانون ده مفيش مشكله، وهنبقى ماشيه ده لو كانك اثبات زي ده يعني تمام. وبعدين يبقى انت عندك ايه بقى؟ فرق الجهد. انت عايز فرق الجهد ده بين مين ومين؟ ليتس سي مثلا ان انا همشي من البي لحد الاي، يبقى من البي للاي، يبقى ده عباره عن في اي ماينس في بي. عرفتها ازاي دي؟ ما هي من البي للاي يعني من البدايه للنهايه، وانا الدلتا بتتحط النهايه ماينس البدايه، والكلام ده قلناه المحاضره اللي فاتت صح؟ تمام. بص بقى يا ريس، اعمل لي تكامل دي. تعرف اول حاجه كنا بنعمل ايه؟ بنشيل الدوت ونحط كوساين. كوساين ايه؟ الزاويه بين الدي ال والالكتريك فيلد. الدي ال اجيبه منين؟ انت ماشي من البي للاي، من البي للاي يعني انت ماشي كده. طب وفين الالكتريك فيلد؟
من ال A لل B اللي هو ده الكتريك فيلد كده، يبقى الانجل بتاعتك كام؟ 180. ده الاثبات اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. الناس اللي تابعه معانا هو نفسه. طيب يبقى ده كوساين 180، كوساين 180 دي تديك ماينس 1، الماينس 1 يبقى دي مع ايه؟ مع دي موجب. صح كده؟ طب فاكر كنا بنشيل الدي ال ونحط ايه؟ ها؟ كنت انا عايز دلاله الار مش ال ال، فكنا بنشيل الدي ال ونحط ماينس دي ار. ليه؟ فاكر لما قلت لك المسافه بيني وبين الحيطه دي اسمها ال، والمسافه الباقيه لي اسمها ار. انا عندي في القانون ال بس عايز اطلعها بدلاله الار، كل ما ال ال تزيد الار تقل، يبقى لو هتاخد ديفرنشال اليمنت من ال ال هو نفسه بتاع الار بس بالسالب، عشان واحده بتزيد واحده بتقل. فدي تلاقي القانون بص رجع معاك كده تاني، ماينس انتجريشن كيو على 2 باي ابسلون نوت ار ال دي ار من بي لحد الايه. سهل خالص بقى، تعمل ايه؟ الكيو تطلع بره و2 باي ابسلون نوت ال يطلعوا بره، يديك انتجريشن من البي للاي دي ار على ار. مين يقول لي تكامل الدي ار على الار بيدي كام؟ اسمع، برافو عليكم. اما يكون البسط تفاضل المقام تجيب الانتجريشن يديك لين المقام، يبقى ماينس كيو على 2 باي ابسلون نوت في ال لين الار من اللي فين؟ من البي للاي. صح معايا كده ولا تهت؟ تهت. طيب واحده واحده كده هتلاقي نفسك كل الانفورميشن دي انت عارفها، بس هي النقطه ايه؟ تربطهم ببعض ازاي؟ طب اربطهم ببعض ازاي؟ اما تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي، انت عايز تجيب ايه اصلا؟ تمام؟ طيب بص بقى يا سيدي، ده مين؟ ده الفي اي ماينس الفي بي بيساوي يبقى ماينس كيو على 2 باي ابسلون نوت في ال. مين يقول لي دي نفكها ازاي؟ هتبقى لين اي ماينس لين بي، يعني لين اي على بي. صح؟ خلي بالك وفي اصلا ماينس هنا، يبقى كده لين اي على بي تو ذا باور ماينس 1، يعني من الاخر لين بي على ايه؟ اما يكون في ماينس قبل اللين بيطلع اس للي بعد اللين، ماينس سالب 1، وممكن تقلب ده كده، يبقى ده ممكن يبقى بلس ودي تديك لين بي على ايه. دي بيساوي ايه بقى؟ ده الدلتا في. ماشي؟ ايه تهت ولا لا؟ ده شغل رياضه. تمام. طب بعد كده بقى انت عايز ايه بقى؟ انت عايز الكيو على الفي تديك السي، اقسم دي على دي تديك ايه بقى؟ بص يبقى تديك هنا في الاخر كيو على في او على الدلتا في اللي هي اسمها سي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي 2 باي ابسلون نوت ال على لين بي على ايه. ده القانون بتاعك. او في ناس اللي بتحب بتكتبها بالايه؟ بالكي اي، تديك ال على 2 كي اي لين بي على ايه، اللي هي 9 في 10 اس 9. ده القانون بتاعي. يعني انا بطلع بده في الاخر. ايوه عرفت الاثبات جاي منين؟ ماشي. زي ما قلت لك الفكره الاساسيه بتاعه الاثبات ايه؟ ان انا عندي السي بتساوي كيو على الفي. طب والفي بتساوي الانتجريشن بتاع الاي ضد دي ال. طب والاي؟ الاي القانون بتاعه طبقا لجاوز بيساوي كذا، خد بقى الاي عوض بيها هنا واعمل الانتجريشن. خلاصته بيطلع معاك في الاخر ايه؟ السي اللي هي بتساوي كيو على الفي بتساوي في حاله السلندريكال كاباستور 2 باي ابسلون نوت ال على لين بي على ايه. خلي بالك اللين هنا لين نص القطر الكبير على الصغير، لان انت لو قلبتها هتطلع الرقم سالب ومفيش كاباستنس بالسالب، عشان بس تبقى عارف. ماشي يا رجاله؟ ها؟ الكلام ده صعب؟ في مشكله؟ تمام. فدي ايه؟ ده اثبات. ده الاثبات الثاني، فاضل لنا واحد بس ويبقى كده خلصنا اثباتات. هو شبه اخو ده بالظبط. ماشي؟ ماشي. امسح يا رجاله. عشان نقفل القصه دي. ثالث نوع من انواع المكثفات، ثالث نوع من انواع المكثفات اللي هي ايه؟ السفيريكال كاباستور. تتوقع السفيريكال كاباستور يبقى شكله ايه؟
هيبقى تو سفيرز جوه بعضيهم. يعني ايه؟ يعني عندك انسايد سفير زي دي كده وفي اوت سفير زي دي كده. خلي بالك دي سفير يعني بص شكلها كده. متخيلها؟ تعال نقول نص القطر الداخلي هنا اسمه ايه والخارجي اسمه بي. هنحط على الداخلي ده شحنه موجب كيو وسالب كيو. دي ممكن تبقى شيلز، اه ممكن الاثنين يبقوا شيلز، او اللي جوه دي تبقى ايه؟ اللي جوه تبقى ايه؟ سوليد تمام، واللي بره لازم تبقى شيل طبعا، ما هتاخد حاجه جواها زي هو مش شيل. تمام؟ تمام. ايه المطلوب؟ هات لي الكاباسنس بتساوي ايه؟ انت حافظ القانون اللي هو العادي، الكاباسنس بتساوي كيو على الدلتا في، صح؟ صح؟ وخلاص عرفنا بقى هنجيب الدلتا في ازاي، والدلتا في بتساوي ماينس الانتجريشن بتاع الاي دوت دي ال. معايا كده؟ تمام. فين المجال الكهربي؟ شكله كده. على فكره ممكن يجيب لك شكل التو سفيرز دول ويسالك بس يقول لك ايه؟ ارسم لي المجال الكهربي. هيبقى من الموجب للسالب. ماشي؟ ركز بقى. طيب الاي دوت دي ال يبقى انت محتاج تجيب ايه؟ الاي بتساوي كام؟ عشان تجيب الالكتريك فيلد بيساوي كام هنا؟ تاخد جاوسيان سيرفس. الجاوسيان سيرفس اللي هتاخده عباره عن ايه؟ كوره. وتطبق قانون جاوس. حد يقول لي هيطلع كام على طول؟ الاي بتساوي ايه؟ ها؟ كيو على 4 باي ابسلون نوت ار تربي. على طول دي مش فيها حاجه. انا قلت لك طالما الجاوسيان سيرفيس بتاعك عباره عن كوره بيبقى كده. ده بيتفك ازاي؟ اي في الاريا بتاعت الكوره 4 باي ار سكوير، وده الكيو على الابسلون نوت، يبقى الاي بتساوي كيو على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. الكلام ده قلناه كتير قوي في جاوس، صح؟ يبقى ده الالكتريك فيلد بتاعك. طب عوض بقى، يبقى الدلتا في بتاعتك بتساوي ايه؟ ماينس الانتجريشن بتاع الالكتريك فيلد كيو على 4 باي ابسلون نوت ار تربيع في الدي ال، ونشيل الدوت ونحط ماينس تبقى دي موجب، وبعدين نشيل الدي ال ونحط دي ار فهترجع سالب تاني. من ايه اللي فين؟ من البي للاي. ماشي يا رجاله؟ كده كويس؟ مين يقول لي بقى الانتجريشن بتاع ده نعمل له انتجريشن ازاي؟ يبقى الدلتا في بتاعتك هتساوي ماينس ادي كيو على 4 باي ابسلون نوت الانتجريشن من البي للاي دي ار على ار سكوير. الانتجريشن بتاع الدي ار على الار سكوير يدي كام؟ سالب 1 على ار، يعني يديك حاجه زي كده ماينس كيو على 4 باي ابسلون نوت سالب 1 على ار، يعني كده. صح؟ من البي للاي، يعني بيساوي كيو على 4 باي ابسلون نوت 1 على اي ماينس 1 على بي. هتعوض بقى بالارقام. صعبه دي؟ طب بعد كده تقدر تعملها كده، يبقى كيو على 4 باي ابسلون نوت تقدر تقول اي بي بي ماينس اي، ودي الدلتا في. صح؟ طب ما تجيب لي بقى الكيو على الدلتا في في طرف اللي هي هيبقى اسمها ايه؟ السي. هتلاقيها بتساوي 4 باي ابسلون نوت اضرب الاي في البي على بي ماينس اي. اللي هي لو عايز تعملها بال 9 في 10 اس 9 تبقى كده اي بي على كي اي في بي ماينس اي. شفت سهله ازاي؟ تاني انت بتعمل فيها ايه؟ القانون بتاعك معروف، انت عايز كيو على الفي. الكيو دي ما بتلعبش فيها، بتجيب الفي. طب الفي بجيبها منين؟ من الالكتريك فيلد. تروح شايف الالكتريك فيلد بين اللوحين بيساوي كام؟ دول تو سفيرز. لو خدت جاوسيان سيرفس هنا يبقى اللي جوه بس هي اللي ايه؟ باخدها في الاعتبار. كيو على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير، بيطلع كده. حط يا باشا في القانون الاي وكاملها على الدي ار. تطلع بالشكل ده. هات بقى الكيو على الفي يديك الشكل ده. ماشي؟ صعبة دي؟ فيها مشكلة؟ اه يا شباب. بص بقى. طب خلاصة الكلمتين بقى اللي أنت قلتهم دول عشان أنت عمال توجع دماغنا بإثباتات من الصبح. بص يا ريس.
خلاصة الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دلوقتي الآتي، إن أي كاباستنس في الدنيا عبارة عن كيو على دلتا في أو كيو على الفي زي ما تسميها، وده قانون يخضع ليه أي نوع من أنواع المكثفات. تقوم المكثفات بقى تنقسم لثلاث أنواع عليك: parallel plate capacitor، cylindrical capacitor، spherical capacitor. كل واحد من دول القانون بتاعه هو ده، الى جانب قانون تاني خاص بشكله الهندسي، epsilon naught في الاريا ديستنس او 2 باي epsilon naught في ال على لين بي على ايه، اللي هو ممكن تكتبه كده يعني، او 4 باي ايبسلون نوت اي بي على بي ماينس اي، اللي هو ممكن تكتبه كده اي بي على كي اي بي ماينس اي. هي دي الخلاصه يا رجاله، ان انا القانون العام بتاع اي كاباستنس هو ده، الى جانب كل كاباستور ليه قانون خاص بيه على حسب شكله، ايبسلون نوت في الاريا على الديستنس، 2 باي ايبسلون نوت في ال على لين بي على ايه، 4 باي ايبسلون نوت اي بي على بي ماينس اي. ماشي يا رجاله؟ هي دي كده، دي كده الخلاصه اللي انا عايزك تطلع بيها من الموضوع دوت، باستثناء طبعا موضوع الاثباتات يعني. ماشي يا رجال؟ الكلام ده صعب؟ في مشكله؟ طبعا الكاباسنس بتاع كل واحد من دول اليونت بتاعتها ايه؟ فراد. ماشي؟ تمام. من العناصر اللي بتتحط في الدوائر الكهربيه وبيتخزن فيها طاقه، يبقى المكثف يعتبر حاجة بنخزن فيها طاقة. عشان كده يعني مثلا ايه؟ العناصر اللي في الدوائر الكهربية ايه هي؟ ايه الحاجات اللي بتبقى في أي دائرة كهربية؟ في مصادر للطاقة اللي هي مثلا زي ايه؟ الباتري، البطارية. وفي حاجات بتستهلك الطاقة دي زي ايه؟ المقاومة. صح؟ في حاجات بيتخزن فيها طاقة زي المكثفات والكويلز الملفات. ماشي؟ طيب. المكثف بيتخزن فيه طاقة على هيئة ايه؟ على هيئة electric potential energy بنسميها U. تمام؟ تمام. بص بقى ركز معايا، الطاقة اللي بتتخزن في المكثف لو فرضنا الآتي، اقول لك القانون ده برضو جاي منين في السريع كده، لو انت عندك مكثف كده وفي مجال كده وحضرتك عايز تاخد شحنة تحركها من هنا لهنا، فبتبذل شغل، والشغل بيساوي فرق طاقتي الوضع، يبقى التغير في طاقة الوضع من هنا لهنا بيساوي ايه بقى؟ حد فاكر؟ ها؟ الشحنة دي اسمها دي كيو، وفرق الجهد اسمه دلتا في، فبتضرب الدي كيو في الدلتا في. فاكر انت؟ اليو بتساوي كيو في الفي، يبقى الدلتا يو بتساوي كيو في الدلتا في. طب لو عايز تتحرك من هنا لهنا يبقى اليو بتاعك اعمل انتجريشن بقى، الانتجريشن بتاع الدي كيو في الدلتا في. صح كده؟ في مشكله؟ تمام. طيب بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده تعمل الاتي. بص الدلتا في طلعه بره التكامل، لا خليه الاول، يبقى الدلتا في على دي كيو. طيب تقدر تشيل الدلتا في، مش انت عندك السي بتساوي كيو على الفي؟ صح؟ يبقى الفي بتساوي ايه؟ كيو على السي، يبقى دي بتساوي كيو على سي دي كيو. طلع السي بره يديك كيو في الدي كيو، كامل دي يديك ايه بقى؟ ها؟ كيو سكوير على 2 سي. ده أصل الموضوع. خلاصته إيه؟ دي الطاقة المتخزنة في المكثف. يبقى الطاقة المتخزنة في المكثف أول حاجة عايزك تعرفها بتتخزن على هيئة إيه؟ electric potential energy، طاقة وضع كهربية. قيمتها بتساوي إيه؟ بص يا سيدي، بتساوي half Q سكوير على C، أو لو شلت الـ Q حطيت CV تبقى هاف سي في سكوير، او هاف ايه تاني؟ ها؟ كيو في الفي.
ما هي هنا شيل الكيو وحط سي في، هتبقى سي سكوير في سكوير على سي، دي تطير مع دي يديك ايه؟ سي في سكوير. طب هنا في دي شيل السي وحط كيو على في، يبقى كيو على في 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 سكوير، صح كده؟ دي تطير مع دي يبقى كيو في الفي. ماشي يا رجاله؟ يبقى انت عندك ثلاث قوانين لمين؟ للبوتنشال انرجي المتخزنه في المكثف. ايه هما الثلاث قوانين؟ لو انت عارف هاف سي في سكوير لو عارف السي والفي، او لو عارف الكيو والفي يبقى هاف كيو في الفي، لو عارف الكيو والسي يبقى كيو سكوير على سي. زي بالظبط القانون بتاع الباور، فاكر قانون الباور؟ الباور عباره عن ايه؟ اي في في او اي سكوير في ار او في سكوير على ار، فاكر ده؟ خدته في الثانويه العامه؟ هناخده تاني ان شاء الله في الشابتر اللي جاي. تمام؟ ده نفس القصه. هاف يا كيو في الفي يا سي في سكوير يا كيو سكوير على سي، بس هاف. ماشي يا شباب؟ طيب مين يقول لي الوحده بتاعتها ايه؟ اليونت بتساوي ايه؟ جول، ما هي انرجي جول. في ترم تاني بيسموه يا جماعه؟ بيسموه الانرجي دنسيتي، كثافه الطاقه. الانرجي دنسيتي دي هي ببساطه خالص بيرمز لها بالرمز ايه؟ يو سمول كده. يو بس ايه؟ متدلعه شويه كده. تمام؟ اليو سمول دي بتساوي اليو كابيتال مقسومه على مين؟ الانرجي دنسيتي بتقسم على الفوليوم بتاع المكثف. اقسم على حجم المكثف. طب مين يقول لي لو عندك بارلل بليت كاباستور كده حجمه بيساوي كام؟ حجم المكعب مساحه القاعده في الارتفاع، مساحه القاعده اسمها ايه والارتفاع اسمه دي، ده الحجم بتاعه. الفوليوم اللي المكعب حبسه جوه. ماشي؟ يبقى ده بيساوي ايه بقى؟ بص، هاف سي في سكوير على ايه في الدي. صح؟ طب بص كده، مش السي عباره عن ابسلون نوت في الاريا على الديستنس، وعندك في سكوير اهي، وعندك ديستنس تحت، وعندك ايه هنا؟ اقولها تاني؟ تاني. يو على الفوليوم. طب اليو هاف سي في سكوير. طب والفوليوم اف دي، شيل السي وحط ابسلون نوت في الاريا على الديستنس. وفي تحت اف ديستنس يبقى اف ديستنس تربيع. طيب بص كده، الاريا مع الاريا. طب مين يقول لي في تربيع على دي تربيع يبقى ايه؟ الفي على الدي اسمها ايه؟ الالكتريك فيلد، صح؟ يبقى اذا اليو اللي هي متدلعه دي بتساوي ايه بقى؟ هاف ابسلون نوت اي سكوير. دي اسمها الانرجي دنسيتي. يبقى اليونت بتاعتها ايه يا شباب؟ اليونت جول لكل متر مكعب. الطاقه المتخزنه في المتر المكعب الواحد من المكثف. ماشي يا رجاله؟ الكلام ده صعب؟ في مشكله؟ ها يا شباب، دي اسمها الانرجي دنسيتي، وازاي تجيب الانرجي المتخزنه في الايه؟ في المكثف. ماشي. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده. طيب المكثفات يا رجاله، خلاص يا شباب، المكثفات شأنها شأن اي اليمنتس من الدوائر الكهربائيه، ليها طريقه توصيل، بتتوصل بارلل وايه؟ وسيريز. المكثفات بتتوصل سيريز وبارلل. ماشي؟ لو سمحتم الناس اللي بتتكلم مش عاوز كلام، مش عاوز اطرد حد من المحاضره. ماشي؟
سيريز اور بارالل. ايه اللي انا عايزك تعرفه بقى؟ تاني القصه مش قصه ايه؟ ده البارالل جمع المقاومات والسيريز اقلب وجمع لا يا فندم، يو هاف تو اندرستاند واتس بيهايند. ايه الفكره؟ وايه اللي بيبقى ثابت هنا؟ لازم تفهم القصه فيها ايه؟ ماشي؟ طيب بص يا سيدي، من حيث الشكل العام، الشكل العام حاجه زي كده. لو انت عندك ده الموجب بتاع المكثف وده السالب، بتروح واخد السالب مع موجب المكثف الثاني، وسالب المكثف الثاني مع موجب المكثف الثالث، يبقى لك ايه؟ اول موجب تروح لموجب البطاريه، واخر سالب تروح لسالب البطاريه. ده بالشكل ده، ده السيريز. يعني بص، الطيار اما يمشي كده يطلع من هنا يخش هنا، يطلع من هنا يخش هنا، يطلع من هنا يخش هنا، وبعدين يرجع البطاريه ثاني. ده من حيث الكونفيجريشن، الشكل العام. طب البارلل، البارلل بص، تاخد الموجب بتاع ده مع الموجب بتاع ده مع الموجب بتاع ده وتوصلهم ببعض، وبعدين السالب السالب وتوصلهم ببعض. ماشي؟ سمي ده مثلا سي 1 سي 2 سي 3، وادي سي 1 سي 2 سي 3. يبقى ده الشكل العام للتوصيل السيريز. يس، هقول لك انا. ماشي يا رجاله؟ فدلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ده كده السيريز وده البارلل. ماشي يا شباب؟ ده الشكل العام. هنا موجب بيتوصل مع سالب، وبعدين موجب بيتوصل مع سالب، وبعدين موجب بيتوصل مع سالب. انما هنا الموجب كله مع بعض والسالب كله مع بعض. ماشي؟ طيب اللي يقول لك بقى يا عم ده كلام نظر، لا يا باشا، هو ده الشغل اللي موجود اصلا. اي دايره كهربائيه دي انت بتبقى محدد هتوصل بارلل ولا سيريز. لما تيجي تعمل اي حاجه من ده بتبقى عارف. وفي حاجه اسمها الدلتا والستار، بعد كده اما تكبر شويه في كهرباء هتعرف القصه دي. تمام؟ ركز بقى. طيب دي جزئيه. الباشمهندس بيسال سؤال بيقول لك ايه؟ هو اصلا مش المكثف بين اللوحين ماده عازله؟ امال الكهرباء بتمشي ازاي؟ يعني الالكترون بيجي هنا كده مثلا، الالكترون مثلا بيجي هنا كده ماشي ماشي ماشي، وبعدين هوب بيروح ناطط كده ويجري يجري، وبعدين يروح ناطط كده وبعد كده ها كده. امال ايه؟ بالحث. بالحث ولا الحس؟ تفرق معايا يعني. ها طب الكهرباء بتمشي ازاي يا شباب؟ ايه الشحن والتفريغ؟ ايوه، ما هو بص يا شباب، بص يا شباب، بص يا شباب، لا بيشتغل دي سي برضه بس بوقف بعد شويه. يعني بص بص، لما يكون عندك مكثف كده، مكثف كده، وادي بطاريه اهي، تلاقي ايه؟ بص كده تلاقي ايه؟ ده لوح وده لوح، صح؟ بيبقوا نيوترال. اول ما تعمل القصه دي تلاقي الالكترونات اللي في اللوح ده، الالكترونات اللي هنا تبدا تغادر، ماشي؟ وتروح متراكمه هنا، اصبح ايه؟ اصبح ده عليه موجب وده عليه سالب. فجزء التيار ماشي فين؟ في الدايره اهي. طب في تيار بينط من هنا لهنا؟ لا لا، انت بس بتعمل ايه؟ انت بتخزن تشارجز على الطرفين دول، وطالما اي ديفايس بيتخزن عليه تشارجز على الطرفين يبقى بتخزن فيه انرجي. ماشي؟ فالتيار الكهربي بيبقى بره في الدايره، ومن على اللوح لبره، من على اللوح لبره مش لجوه. ماشي يا رجاله؟ طيب ده الشكل العام. خلي بالك عشان انا عايزك تعرف كذا حته كده مهمين. الشكل العام بتاعي كذا. طيب عايزك تعرف ايه بقى؟ طب الكيو بتاعتنا ظروفها ايه؟ اللي هي الشحنات. الشحنات بتاعتي، بص يا سيدي، لو انت موصل سيريز يبقى الشحنات بتاعتك هنا كيو، هنا كيو، هنا كيو. الشحنات واحده. الشحنات على فكره هي هي التيار الكهربي. يعني في المقاومات بنتكلم على التيار، في المكثفات بنتكلم على الشحنه. يبقى طالما انت موصل سيريز يبقى الشحنه في اي مكثف واحد. الشحنه هنا هي هنا هي هنا. اي عدد من المكثفات متوصله سيريز الشحنه فيهم واحده. ماشي يا رجاله؟ طيب طب هنا لا، هنا الشحنات مختلفه. ده بياخد كيو 1، ده ياخد كيو 2، ده ياخد كيو 3.
يعني ايه؟ لان كل واحد بص ده بيخش له تيار غير ده غير ده. وبالتالي بص بقى، يبقى الشحنه هنا ذا سيم على اي واحد، طب والشحنه هنا ديفرنت. يبقى اي حاجه متوصله سيريز الشحنات عليها واحده، اي حاجه متوصله بارلل الشحنات عليها مختلفه. طب عايزك تعرف ايه تاني؟ طب الفي الجهد بقى على كل واحد العكس. اي حاجه متوصله بارلل لو جهد البطاريه اسمه في، يبقى هنا في، يبقى هنا في، يبقى هنا في. اي حاجه متوصله بارلل اي عدد منهم يبقى الجهد عليهم واحد. طب اي حاجه متوصله سيريز، لا الجهد ده بيروح متوزع، دي تاخد في 1، دي تاخد في 2، دي تاخد في 3. يبقى هنا الفي العكس بقى، هنا ديفرنت وهنا ذا سيم. ماشي يا رجاله لحد كده كويس؟ طيب بص بقى، طب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز حضرتك تجمع دول في مكثف واحد، يعني لو بعمل دايره كهربيه مثلا محصله دول سميهم مثلا سي ايكوفلنت وادي البطاريه، يبقى انت هتاخد دول كده تجمعهم في واحد. ونفس القصه هنا، هناخد دول كلهم ونجمعهم في مكثف واحد نسميه سي ايكوفلنت وادي الفي. ركز بقى في التجميعه دي، بص يا هندسه عشان تريح دماغك، مين اللي ثابت هنا على الكل؟ الكيو ولا الفي؟ الكيو، يبقى هي نفسها اللي على المحصله. طب ومين اللي ثابت هنا؟ الفي، يبقى هي نفسها اللي على المحصله. يبقى اللي ثابت ثابت هو نفسه، وهنا اللي ثابت ثابت. طب اللي مش ثابت تجميعته يبقى هو اللي على المحصله. يعني ايه؟ يعني الفولت اللي هنا الفي عباره عن ايه؟ في 1 زائد في 2 زائد في 3. مش الفولت كان مختلف؟ جمعهم يديك الفولت بتاع المحصله. طب وهنا مين اللي مختلف؟ الكيو، يبقى الكيو اللي هنا تجمعها تديك جو الكيو بتاع المحصله. ماشي؟ المعلومه دي بقى خطيره جدا، بعرفها اما اجي احل اي دايره كهربائيه فيها مكثفات. تبقى انت عارف ايه؟ لو المكثفات بتاعتك متوصله سيريز المحصله عليها نفس الكيو اللي على اي واحد فيهم. دي بتفيدني؟ اه. في بعض الاحيان ما تبقاش عارف تجيب الكيو هنا، بس عارف تجيبها هنا، ما هي هي. وفي بعض الاحيان ما تبقاش عارف تجيب الجهد هنا، بس عارف تجيبه هنا، ما هو هو. لو انت مش عارف الخصائص دي، يبقى مش هتعرف تحل المساله. دي جزئيه، الجزئيه اللي بعد كده، ركز بقى. طب الفي بتساوي ايه؟ مش الفي بتساوي كيو على السي؟ يبقى الفي بتساوي كيو ايكوفلنت اللي هي كيو دي على السي ايكوفلنت، بتساوي هنا نفس الكيو على سي 1، هنا نفس الكيو على سي 2، هنا نفس الكيو على سي 3 اند سو اون. تلاقي دي بتطير مع دي بتطير مع دي بتطير مع دي، يبقى 1 على سي ايكوفلنت بيساوي 1 على سي 1، 1 على سي 2، 1 على سي 3. يبقى 1 على المحصله بيساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. عكس مين؟ المقاومات، المقاومات بتجمع على طول، لا هنا لا، واحد على السي بتجمع المقلوبات بتاعها. طب هنا نفس القصه، مش انت بتقول لي كيو بتساوي كيو 1 وكيو 2؟ طب ما كيو بتساوي سي ايكوفلنت في الفي، طب ودي سي 1 في الفي، طب ودي سي 2 في الفي، طب ودي سي 3 في الفي، في مع في مع في مع في، يبقى سي ايكوفلنت بتساوي بقى سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. الله. تجد ايه بقى؟ ان القوانين بتاعه المكثفات عكس قوانين المقاومات. في البارلل بنجمع المكثفات، طب في السيريز بنجمع المقلوب فيديك مقلوب المحصله. خلي بالك من الحته دي عشان الناس كلها بتغلط فيها الا من رحم ربي يعني، اللي هي ايه؟ يبقى انت عندك مجموعه مكثفات متوصله توالي، وتيجي تقول ايه؟ اه 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3، وتكون تعبت بقى فتقول بيساوي سي ايكوفلنت. لا يا باشا اقلب. عارف انت بتبقى ايه؟ عملت مجهود وده واحد على ده واحد على ده، فكون تعبت بقى وخلاص ومش مركز، تروح كاتب هو السي. لا مش هو السي، ده مقلوب السي، مقلوب السي. وعشان يبقى عندك كومون سنس كده تحس انت بالموضوع، بص اما هتجمع حاجات مع بعض فطبيعي ان المحصله تطلع اكبر من اكبر واحده، صح؟ واما هتجمع المقاليب وبعدين تقلب طبيعي المحصله تطلع اقل من اقل واحده.
ففي شويه حاجات كده ايه بتبقى انت ثابته في دماغك كده، تعمل تشيك على الارقام اما تطلع. يعني عندك مكثف 2 و3 و4 وصلتهم سيريز، يبقى طبيعي المحصله تطلع اقل من 2. طب عندك مكثف مثلا لو عندي 2 و3 و4 وصلتهم بارلل، يبقى طبيعي تبقى اكبر من الاربعه. ماشي؟ لازم تركز وتبقى شغال وانت مركز وعارف انت بتعمل ايه. ماشي يا رجاله؟ طيب لما اجي بقى يسالني طب هات لي الكاباستنس او هات لي الكيو في اي حته، المطلوب من سعادتك ايه؟ هتلاقي فيه، عارف انت نظام شغل المقاومات وايه؟ والفولت في البعيده على مجموع الاثنين وفي القريبه على مجموع الاثنين والقصص دي. انا شخصيا لست من انصار هذه المدرسه. ماشي؟ يعني ماي تيتشنج فيلوسفي، فلسفتي في التعليم مش هي دي. انا فلسفتي في التعليم ايه؟ How to minimize the number of laws I have to memorize. اللي هي ايه؟ اللي هي ده موضوع كبير يعني. ازاي تقلل كم الحفظ في حياتك؟ انا عارف، بص انا القصه دي كلها ما اعرفش فيها غير القانون ده، السي بتساوي كيو على الفي. صح؟ جه يسالك بقى في الامتحان، هات لي الكيو على المكثف الفلاني. غالبا بيبقى مديك السي. طب لو عايز الكيو يبقى انت تجيب الفي. تجيب الفي ازاي؟ تقعد تجمع في المقاومات بارلل وسيريز، تيكينج انت يور كونسيدريشن ذات. لازم تاخد في اعتبارك الاتي، اللي هو ايه الاتي ده؟ ان لما تجمع حاجات سيريز بتبقى الكيو اللي على المحصله هي الكيو على اي واحد فيهم. واما تجمع حاجات بارلل بيبقى كيو المحصله هي الكيو على اي واحد ايه؟ فيهم. ماشي يا رجاله؟ الفولت اسف، الجهد. ماشي يا شباب؟ صعبه دي؟ طيب بص لي كده مثلا على حاجه زي دي. دي بروبلم نمبر 5 عندك في الكتاب. ثلاثة وخمسة بديك حاجة زي كده. ودي ستة وعشرين. ماشي، بص معاك يا رجالة، ارسم دي عندك بسرعة، ارسم دي عندك بسرعة. دي مسألة رقم 5 في الشيت. دي 15. طيب ايه المطلوب؟ أول مطلوب بقول لك إيه؟ Find the equivalent capacitance of the circuit. يستحسن في المسائل اللي زي دي لما يقول لك هات لي المحصلة، يستحسن كل ما تجمع مكثفين مع بعض ترسم لي رسمه جديده، او مجموعه مكثفات يكونوا قريبين مع بعض، يعني ترسم لي رسمه جديده. بمعنى ايه؟ ان حضرتك هتيجي تجمع ايه وايه الاول؟ دول سيريز مع بعض، صح؟ الثلاثه وال15 سيريز مع بعض هيدوك، يبقى ده كده دي 20 زي ما هي، ودي 6، ودي تديك مكثف واحد. مين يقول لي هنسميه سي ايكوفلنت مثلا 1؟ مين يقول لي اجيب سي ايكوفلنت 1 ازاي؟ دول سيريز ولا بارلل؟ سيريز، يبقى 1 على 3 زائد 1 على 15 بيساوي، طبعا هنا لو وحدت المقامات على 15 يبقى هنا 5 بلس 1، صح؟ ده بيديك 1 على سي ايكوفلنت 1، صح؟ يبقى سي ايكوفلنت 1 بيساوي 15 على 6 بتساوي كام؟ 2 في 6 ب 12، ويبقى إيه لك ايه؟ 3 على 6 يبقى 2.5 مايكرو فاراد. تمام كده؟ يا ريت شغلك يبقى متنظم كده ومتظبط وفهم اللي قدامك. انا ما كنتش قاعد معاك وانت بتفكر معايا، فما تقعدش تفكر في دماغك وتروح ايه؟ بعت لي الفاينل انسر في الورقه، انا ما كنتش قاعد معاك. تمام؟ ففهمني انت بتعمل ايه؟ يبقى اذا عندي دي كده 2.5. طيب مين يقول لي نجمع ايه بعد كده؟ دول مع بعض بارلل ولا سيريز؟ دول بارلل، يبقى ايه؟ دي كده 20. طب ودول يتجمعوا يبقوا ازاي؟ هنسمي دي سي ايكوفلنت 2. مين يقول لي سي ايكوفلنت 2 بتساوي كام؟ 2.5 و6 يبقى 8.5 مايكرو فاراد. تمام؟ طيب بعد كده نجمع دول بقى
في ايه؟ في مكثف واحد، يبقى سي ايكوفلنت الكلي بالشكل ده. سي ايكوفلنت الكلي اجيبه ازاي؟ واحد على سي ايكوفلنت بيساوي واحد على 8.5 بلس واحد على 20. حد يطلع لنا الرقم يطلع كام؟ يبقى سي ايكوفلنت بيساوي كام؟ كم؟ 5.9. حد صدق على كلامه؟ كله موافق؟ ماشي. بص بقى، لحد كده كويس؟ اه، ده بيبقى غالبا مطلوب من ضمن المسائل اللي في المساله، مطالب اللي في المساله. بص وركز معايا، مش عايز كلام. لحد كده مفيش مشاكل. لو جبنا عيل في ثانيه ثانوي وقلنا له المكثفات بتوصل بالطرف وانها يعملها، تمام. المطلوب الثاني بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احسب لي اللي تشارج اون ايتش كاباستور اف the potential between A and B is 15 volt. لو انت رحت جاي بين الـ A والـ B كده، بين الـ A والـ B كده وحاطط بطارية 15 فولت، احسب لي اللي تشارج على كل كاباستور. طيب انت عايز اللي تشارج على كل كاباستور، انا اعرف ان السي بتساوي كيو على الفي، هو ده اللي اعرفه وده اللي انا حافظه. طب عايز اللي تشارج، يبقى انت عايز تجيب مين؟ الفي على كل واحد. يبقى انت عايز عندك هنا 15، عايز الفولت هنا وهنا وهنا وهنا. طب هتعرف تصرف فيها في الدايره الكبيره دي؟ لا، يستحسن هات بالراجع. ازاي يعني؟ بص لي كده على الدايره الاخيره خالص هنا، بص كده اخر واحده هنا، مش انت هتحط هنا 15 فولت صح؟ وانت لسه جايب ده كام؟ 5.9 مايكرو فراد. طب عندك الفي وعندك السي، عندك الفي والسي، تقدر تجيب الكيو هنا ولا لا؟ يبقى انت جبت الكيو هنا. الكيو بتساوي ايه؟ سي في الفي، تمام. هي دي المطلوبه؟ لا لسه. الخطوه الثانيه دي جايه منين؟ مش اتنين سيريز؟ يبقى كيو دي هي كيو دي، يبقى انا خلصت من واحد. ما هو ده 20 20، ده ما اتجمعش لسه. طب والكيو دي هي برضو دي صح؟ طيب ده جاي منين؟ من اتنين بارلل. البارلل اللي بيبقى عليه ثابت الكيو ولا الفي؟ اسمع، البارلل الكيو ولا الفي اللي بيبقى ثابتين؟ الناس تصحى ورا الفي صح؟ يبقى انت لازم تكون عارف الفي هنا. طب ما انت عارف السي والكيو، كيو على السي يديك الفي، يبقى جبت الفي هنا والفي هنا صح؟ جبت الفي هنا؟ ايوه. وعارف السي؟ اه، جبت الكيو اللي هي دي. طب بعد كده دلوقتي انت عارف الفي هنا، يعني تعرف تجيب الكيو. طب ايه علاقه الكيو دي بدي ودي؟ هي 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 اللي هي نفس الكيو اصلا. اشمعنى؟ عشان دول جايين من سيريز وتوصلوا هنا. فهمت الليله ماشيه ازاي؟ انت بتقعد تنقل فيها واحده واحده كده. هنا عايز الفي عشان تجيب الكيو، بجيبها. وبعدين جبت الكيو، يبقى كيو دي هي دي. طب وكيو كيو اجيب منها الفي والفي، وبعدين اند سو اون. تقعد تنقل كده من واحده لواحده. ماشي يا رجاله؟ لو انت فاهم انت بتعمل ايه، مش فاهم يتولاك ربنا بقى. ماشي يا رجال؟ تمام. فدي كانت ايه؟ جزئيه من الجزئيات اللي هي دي. سؤالي بقى، سؤال المكثفات، احنا قلنا لوحين وبينهم هواء صح كده؟ ماشي يا رجاله؟ لوحين وبينهم هواء صح؟ طيب هل ده براكتيكال؟ يعني انت عشان تجيب مكثف وتستخدمه في الاندستري هتجيب لوحين وبينهم هواء؟ لا. اولا هتحافظ على المسافه اللي بينهم ازاي؟ يعني لو حاجه اتخبطت كده، حاجه اتخبطت كده، هيروحوا ملمسين لبعض، باظت الدايره صح؟ فبراكتيكالي دايما بيبقى بين اللوحين ماده عازله. غالبا يبقى بين اللوحين بتوع المكثف ماده عازله. ازاي؟ يبقى عندك لوح كده ولوح كده. حد يديني اي حاجه لون تاني.
الاجنده دي مثلا، فده لوح كوندكتور كده، وده كوندكتور بالشكل ده، وبينهم ماده عازله في النص، ماشي؟ ده كده مكثف، بس لازم خلي بالك دول يبقوا كوندكتورز، فده مكثف. طب امال المكثفات الصغيره قوي اللي انت شفتها في الدايره دي هنعمل لوحين وندخلهم جوه ازاي يعني وكده يعني؟ القصه دي بتبقى عامله ازاي بقى عشان تحصل على القصه دي؟ بص يا سيدي، هو بيجيب اللوحين اهم، بس بيعملهم ايه؟ شريحتين قليلين قوي، شريحه زي دي كده، ليتس سي اهم، شريحه دي وشريحه، دول تو كوندكتورز، وانا هجيب تو كوندكتورز زي دول. ايوه زي، عارف الالومنيوم فويل؟ عارف ورق الالومنيا بتاع الطبيخ ده؟ حاجه زي كده. ويروح جايب ماده عازله حاططها بينهم، ماشي؟ في انواع مواد عازله بتبقى فليكسبل قوي، يعني حاجه زي الورق كده بس عازله، ويروح حاطط الثلاثه كده فوق بعض بنفس السايز، ويروح جاي لففهم كده رولت، تمام؟ لو انت لفتهم كده هيبقى دول لوحين، صح؟ واللوحين دول بص بقى حجمهم ازاي بعد ما تلفوا، حاجه كده. طبعا كل ما هتصغر البليتس بتاعتك، مساحه البليت هي ايه؟ مساحه الشريطه الكبيره دي. يعني في مكثفات من دي بتتلف في حاجه زي كده طوله بيوصل ل 25 متر لو فردته، ماشي؟ كوندكتور ده حاجه بسيطه خالص، تمام؟ تمام. فده حاجه زي كده، فغالبا بيبقى فيه ماده عازله. بص بقى وركز معايا كده عشان انا قايل لك ايه القوانين اللي انت خدتها كلها. فاكر القوانين بتاعت المكثفات؟ ايبسلون نوت في الاريا على الديستانس، او 2 باي ايبسلون نوت في ال على لين بي على ايه، او حد فاكر 4 باي ايبسلون نوت في ايه اي بي على بي ناقص ايه. ركز بقى معايا كده، كل القوانين اللي فاتت دي كانت مبنيه على ايه؟ ان المكثف بتاعك بين اللوحين بتوعه هواء، بين اللوحين بتوعه ايه؟ هواء. طب افرض بين اللوحين كان في ماده عازله، بتضرب القانون ده في رقم او في ثابت اسمه الكي، الزق في الابسلون نوت ثابت اسمه الكي. خلي بالك ده غير الكي اي اللي هي 9 في 10 اس 9، ده حاجه وده حاجه. يبقى القانون بتاعك كده كي ابسلون نوت في الاريا على الديستنس، 2 باي كي ابسلون نوت ال على كذا، 4 باي كي ابسلون نوت اي بي. طب ايه الكي دي؟ دي حاجه بنسميها الثابت بتاع الماده العازله، اسمها داي الكتريك كونستانت. الكونستانت بتاع الداي الكتريك، الداي الكتريك ده هي ماده عازله اللي بتتحط بين لوحي المكثف. في مواد مشهوره زي حاجه بيسموها المايلر، المايلر ده ماده عازله عامله زي البلاستيك كده، وفي التفلون ده ماده عامله زي البلاستيك برضه، وفي سيراميك بيحطوا سيراميك بين الاثنين، تمام؟ في انواع كتير قوي، كل ماده ليها كي خاص بيها وليها جداول على فكره، اسمه الداي الكتريك كونستانت. والكي ده اهو دائما وابدا اكبر من الواحد الصحيح، الداي الكتريك كونستانت دائما اكبر من الواحد الصحيح. سؤال بقى، وضع داي الكتريك بين لوحي المكثف يعلي الكاباستنس ولا يوطيها؟ ها، يعليها ولا يوطيها؟ يعليها. مش انت بتضرب في رقم اكبر من الواحد؟ يعني سي ان دي 12، سي ان دي 12، رحت ضاربها في الكي اللي هو 2 بقت 24، صح؟ معايا ولا لا؟ يبقى انت بتضرب في رقم. خلي بالك من حاجه، عارف دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ايه؟ دي الابسلون بتاع الماده العازله اللي هي كي في الابسلون نوت. الداي الكتريك كونستانت بتاعها في بتاع الهواء ده اسمه ايه؟ الداي الابسلون بتاع الماده العازله، البيرميتيفيتي اوف ذيس سبستانس. يبقى انت ممكن حضرتك تحفظها ازاي بقى؟ لو انت من هواه حفظ القوانين، القانون تحفظه بالكي، يعني اقول لك كده البارلل بليك كاباستور كي في الابسلون نوت في الاريا على الديستنس. طب لو هو هواء يبقى الكي بتاعت الهواء بواحد، يبقى ابسلون نوت في الاريا على الديستنس. الكي بتاع الهواء او الفاكيوم يعني واحد. اولا تاني، يبقى انت القوانين فيها كي اصلا، ولكن لو انت شغال وبين اللوحين هوا حط الكي بواحد، ماشي يا رجاله؟ ساعات بقى يروح جايب لك تركه كده في الامتحان وصحصح معايا بقى في الحته دي عشان الحته دي مهمه. بص يا سيدي، يروح قايل لك ايه؟
كان عندك هندسه مكثف كده ماشي، ورحت انت عامل ايه؟ كان ده اير فيلد كاباستور، اير فيلد مليان هواء، اير فيلد. قوم حضرتك رحت جاي مدخل هنا ماده عازله، ماشي تمام كده؟ تمام. طيب مش انت بتقول ان السي بتساوي ابسلون نود في الاريا على الديستنس من غير الماده العازله؟ سمي دي سي نود. طب لما دخلت الماده العازله بقى اسمها ايه بقى؟ كي في ابسلون نود في اريا على الديستنس، يعني بتساوي كي في السي القديمه. صح؟ صح ولا مش صح؟ طب مش انت يا هندسه بتقول لي ان السي دي برضه بتساوي كيو على الفي؟ صح؟ معنى ان السي زادت يبقى في حاجه من اتنين حصلت، يا اما الكيو زادت يا اما الجهد قل. ويتش از ويتش؟ مين اللي بيحصل فيهم؟ ها؟ الكيو اللي بتزيد حسب اللي حصل في الدايره. ازاي؟ بص يا سيدي، بيجيب لك بقى دي تو اوبشنز، يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ اول مطلوب يقول لك كده، يديك السبيسيفيكيشن بتاعت المكثف، وبعدين يقول لك ايه؟ وي انسرتد ا داي الكتريك وذ ا داي الكتريك كونستانت 2.1. حطينا داي الكتريك، الداي الكتريك كونستانت بتاعه 2.1. وايل ذا باتري از ستيل كونكتد، وما زالت البطارية موجودة. يعني انت ايه؟ انت كان عندك بطارية هنا وحضرتك رحت جايب الداي الكتريك ومسقطه هنا، ماشي؟ طيب في الحالة دي، انا بتكلم دلوقتي على الكيس دي دلوقتي، في الحالة دي السي زادت بمقدار الكي، ما هي بقت كي في السي القديمة. طب في الحالة دي لو فرضت ان السي نود عبارة عن كيو نود على في نود، طب يبقى السي جديدة عبارة عن ايه على ايه؟ ثانية واحدة بقى، في هنا حاجة هتبقى ثابتة وحاجة متغيرة، مين هنا اللي هيبقى ثابت؟ الفي ولا الكيو؟ الفي اللي هيبقى ثابت. برافو عليك. ليه؟ مش انت عندك بطارية؟ البطارية من العناصر التي تثبت الجهد. البطارية لو موجودة في مكان أي حاجة متوصلة عليها بتبقى شايلة نفس الجهد، وجودها ما بتغيرش، فالفي بتاعتك بتبقى كونستانت، يبقى دي زي ما هي. ليه؟ عشان ده باتري از ستيل كونكتد، البطاريه لسه موجوده، فمحدش يقدر يغير جهدها. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المكثف لقى نفسه مضطر يزود الساعه بتاعته بمقدار الكي، وما يعرفش يلعب في الفي، فيروح عامل ايه بقى؟ مزود الكيو بتاعته بمقدار الكي، تبقى كيف الكيو نوت. يبقى الشحنه، عارف انت كان ازاي؟ بص كان اللي حصل ايه؟ المكثف ده كان فاضي يا رجاله، ماشي؟ كان فاضي، ما فيهوش هواء، يعني في هواء بس. قوم جينا رحنا حاطين ماده عازله. فسعادته عايز يعمل ايه؟ ها؟ لقى البطاريه ما قدرش يلعب في الجهد بتاعه، فقال لك عشان اعلى بالكباسنس بتاعتي ازود الشحنه. راح باعت لمصدر الشحنات، ابعت لي شويه شحنات زياده، راح بعت له شويه زياده كمان. يعني هو كان عنده كيو نود في الاول، راح بعت له شويه، 2 كيو نود مثلا زياده، فبعتت له 1 كيو زياده. تفهم قصدي؟ ففي ايه؟ انت عندك الفي موجوده ليها وظيفتين، اولا الفي بيبقى كونستانت، ثانيا دي مصدر للشحنات، فبتبعت تجيب شحنات. كانك ايه؟ جاي لك ضيف وبتكرمه، يعني ابعت يا ابني هات لنا حاجه ساقعه من المحل عشان نكرم الراجل اللي جاي ده. واخد بالك؟ طب ايه؟ طب لو مش كده يبقى ازاي؟ بص سعادتك، اول حاجه ادي المكثف اهو. كانت السي بتاعته عباره عن ايه؟ سي نود بتساوي ابسلون نود في الاريا على الديستنس، اللي هي بتساوي كيو نود على في نود، دي الحاله الاولانيه. يجي بقى حضرتك ايه؟ بص المكثف اهو تاني. رحت حضرتك شايل البطاريه. ذا باتري از ديسكونكتد، يعني كان في بطاريه هنا الاول. يبقى اول خطوه الباتري از ديسكونكتد، حضرتك شلت البطاريه. Then a dielectric is inserted between the two plates. تمام؟ تعالى بقى. السي الجديده بتساوي كي في السي القديمه، ما احنا خلاص عرفنا. طيب بيساوي بقى كي، الكي دي جايه منين؟
اولا هيجي بقى المكثف عايز يعمل زي ده، ابعت يا ابني هات لنا حاجه ساقعه من المحل عشان الراجل اللي جاي ده، يبعت المحل يلاقي ايه؟ قافل مش موجود. صح؟ مش موجود، مفيش شحنات. مفيش شحنات. وبالتالي هتوديها فين ولا هتجيب منين؟ يبقى كيونوت ثابته هي هي. تمام؟ وبالتالي عشان يزود الكباسنس بتاعته يضطر ينزل بالجهد بمقدار الكي. يبقى الجهد الجديد في نود على كي. يعني تيجي تفك دي كي في كيو نود على الفينو. بس دي جايه منين؟ من ده. يبقى لو الجهد موجود، مصدر الجهد موجود، الجهد بيبقى كونستانت فبيرفع الكيو. لو مصدر الجهد مش موجود، مفيش مصدر تجيب منه شحنات، فيضطر ينزل بالجهد على ايه؟ على اطرافه. لا ما هو عليه جهد، هو كان شاحن. بصوا يا شباب دي ملحوظه مهمه جدا، المكثف بيحتفظ بالشحن عليه فتره طويله. في مكثف يعني سعادتك مثلا ايه؟ روحت النهارده ماشي والحاجه بقى قالت لك ايه؟ التلفزيون بتاعنا باظ. قول لها استني ده لسه واخد المكثفات النهارده بقى، انا مهندس بقى وبتاع، وحضرتك ايه؟ رحت شاحت مفك مش عارف شحته منين، وجاي رحت قاعد قبل ما تغير هدومك حتى، وفاتح ايه؟ فاتح التلفزيون من ورا وبتمد ايدك، وفجاه يا ولداه مين اللي طفى النور؟ لقيت نفسك لازق في الحيطه اللي في وشك على طول، يعني عارف انت؟ لقيت نفسك لازق في الحيطه اللي ورا. ده انا شلت الفيشه. ايوه سعادتك. سعادتك ايه؟ ما اصل انا ما لحقتش اديك الحته بتاعت تخزين المكثف. عارف انت النكته بتاعت كيف تهبط الطائره؟ بالظبط. يا اصل انا لسه ما كملتش درس المكثفات. ماشي؟ سعادتك اصلا انا لسه قايل لك ان المكثف بيحتفظ بشحنته. فبيحتفظ بشحنته لفتره. على فكره التلفزيونات والحاجات دي بيبقى فيها هاي فولتج، فيها جهد عالي. عشان ايه؟ عشان الالكترونز والحاجات اللي بتتحرك دي فيها جهد عالي، الجهد العالي ده بيبقى متشال على مكثف، المكثف ده بيخزن الجهد ده لفتره. عشان كده اي صنايعي بيجي يشتغل في حاجه زي كده حتى لو مفصول بقاله شويه بتلاقيه يروح جايب حته سلكه كده وموصلها على الطرفين بتوع المكثف عشان يفرغه، يوصل الموجب بالسالب، تلاقيه راح عامل ايه؟ شرز كده، شراره كده بيفرغه. بعد كده لما يجي يلمسه خلاص فرغ، بدل ما يفرغ في سعادتك. وقوم سعادتك تتفرغ بقى وتتفرغ. واخد بالك؟ وتبقى شهيد العلم والعلماء. تمام؟ فالملحوظه دي خلي بالك منها، يعني ما تعملش فيها مهندس وانت ايه؟ يو ار ستيل، انت يا باشا انت ما نجحتش غير في ثلاث مواد بس لسه. ايه يا ريس؟ ولسه ما بنوش اصلا. يعني لسه حضرتك ايه؟ لسه بالثانويه العامه، بشهاده الثانويه العامه. فالله يكرمك ما تاخدكش الجلاله كده وتروح ايه؟ باشا رجاله؟ ماشي. حضرتك بقى خلاص يا عمي. لو انت رحت جايب مكثف كده، ما انت بقى هتقعد تخترع بقى في البيت. بص لو انت رحت جايب مكثف كده وماده عازله ورحت حاطط هنا بطاريه بس متغيره الجهد. بص بص بص، هي السي بتاعتك بتساوي مش كيو على الفي؟ صح. فانت حاطط هنا في معين ليتس سي 10 فولت. اول ما حطيت الفولت 10 راح ده شاحن بشحنه مثلا معينه ليتس سي 20 مايكرو فرا مايكرو كول. تمام؟ فايه اللي حصل؟ تبقى 20 على 10 يديك ايه؟ 2 مايكرو فراد. صح؟ طب حضرتك رحت مزود هنا الجهد ده بقى 100، ايه اللي يحصل هنا؟ هتزيد تبقى 200. ليه؟ عشان حاصل قسمتهم لازم يديك نفس السي، ما السي دي كونستنت. ماشي؟ فحضرتك كل ما تزود الجهد كل ما الشحنه تزيد. طب هل انت تقدر تزود الجهد الى ما شاء الله؟ لا. ليه بقى؟ الماده العازله دي ليها قدره من الاحتمال. ما انت بتزود الجهد يعني بتزود المجال الكهربي اللي ماشي في الماده العازله. عند لحظه معينه الماده العازله دي ما بتستحملش المجال الكهربي، يحصل لها حاجه يقولوا عليها الجماعه بتوع الكهرباء حصل لها بريك داون، انهيار.
المادة العازلة انهارت، انهارت ما بقتش مادة عازلة ممكن توصل الطرفين ببعض، ما بقاش مكثف. تيجي الصناعي يقول لك ايه؟ عايزين نغير المكثف ده، اصله ضرب. المكثف ضرب، ضرب يعني ايه؟ العزل اللي جواه انهار، لان الفولت زاد عليه عن القيمة اللي المفروض يعملها. تمام؟ اقصى الكتريك فيلد تقدر تشيله المادة العزلة بنسميه الداي الكتريك سترينث. سترينث يعني ايه يا شباب؟ ها؟ مش سامع. قوة؟ لا، سترينث يعني ايه؟ اجهاد؟ لا، اجهاد يعني ستريس. سترينث يعني ايه؟ عايزين كلمة عربي كده تناسبها. تقوية؟ يعني حاجة سترينث يعني حاجة زي التحمل كده. ماشي؟ قوة تحملها يعني. ماشي؟ تمام. فالداي الكتريك سترينث، ايه هو الداي الكتريك سترينث؟ هو اقصى الكتريك فيلد يشيله المكثف، او مش بلاش المكثف، تشيله المادة العازلة اللي بين طرفين المكثف. تاني، الداي الكتريك بتيجي لك في مسائل بقى يقول لك ايه؟ والداي الكتريك سترينث بتاعي بيساوي كذا. الداي الكتريك سترينث هو اقصى، هو الاي ماكسيمم. فلو جه في مسألة وقال لك ايه؟ هات لي اقصى فولت تقدر تحطه على المكثف، هات لي الفي ماكسيمم. مش انت عندك الاي بتساوي في على الدي، فدي لو ماكسيمم تبقى دي ماكسيمم، يبقى مجرد معرفه الدي تقدر تجيب الفي. يعني هو القانون بتاعك العادي، بس انت لو مش عارف ان الايه، ان البريك داون بيحصل عند الداي الكتريك سترينث، الداي الكتريك سترينث ده هو الاي ماكسيمم. فلما يجي يسالك هات الفي ماكسيمم من القانون ده، الفي بتساوي ايه في الدي، وطالما عايز الفي ماكسيمم تبقى الاي رقم ماكسيمم. ماشي يا رجاله؟ الكلام ده صعب؟ في مشكله؟ في مشكله ولا مفيش؟ طيب، يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن الاتي. اتكلمنا عن تعريف المكثفات اللي هي كيو على الفي، وقلنا ان في ثلاث انواع من المكثفات، اي سي بتاعتهم كيو على في، وكل واحد ليه حاجه خاصه بيه هو شخصيا. وبعدين اتكلمنا بعد كده عن الانرجي بتاعت المكثف، ازاي توصل المكثف والداي الكتريكس. بصوا يا رجاله، عشان احنا في جزئيتين كده اتكلمنا فيهم، معايا ثانيه واحده وبعدين هنمشي خلاص يا شباب. اولا موضوع